الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد وارزقنا القمة في درجات العلم اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء والإجابة اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل اللهم اهدنا لما تحب وترضى اللهم هبنا علما ينتفع به وعملا يقربنا إليك وهبنا صبرا وثباتا في الدين اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وأنل لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم افتح لنا خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا في الدنيا والآخرة ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدا وتزدنا لك بهما شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غنى وتعففا
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين.